جدول رحلات الطيران مشاهدينا بمطار معتيقر، حيث ستقلع منه 16 رحلة، منها 3 رحلات محلية، رحلتان إلى بنغازي ورحلة إلى تمنهند. أما عن رحلات دولية مشاهدينا التي ستقلع من معتيقر، فكما هو مبين أمامكم على الشاشة، 6 رحلات إلى تونس ورحلة إلى صفاقس ورحلتان إلى الإسكندرية و4 رحلات إلى اسطنبول.